أنا راضي ظلم الدنيا والأقدار بشرط ابتعد من ناس وبلاويها عشت بقلوب ما شفت غير النار وانا هاي المحبة وين ودي هذا مالي نصيب بعالم الأحلام ما خلي الدمع يستنطن بعيني وما أسمح العين كل هدوء تنام وانا مزعل شخص امنيتي يرضي صريح واقعي كل شي لقت خطواتي من نمشي ما احب اللي جاملني ولا اكره بشار دمني انسانيتي واحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهم اخلي خاطر منكسر يبقى بحسرته عزت نفسي لما انتعتب من الكسرته شاي الحب كبير بدمي وما يوم كنت شاي الحب كبير بداخل ما يوم كنت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليل أيام درب الضوء وتخلص محطاتي يخوش إنسان والزينات أحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا ودعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا ودعش لغان نطلع وبسلامة حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الصفح الجميل كالعاده اليوم عندنا قصه من ضمن القصص اللي اخذناها في حلقاتنا السابقه واكيد راح نسمع القصه من صاحب القصه السلام عليكم عليكم السلام حياك الله حياك الله استاذ يزين شلونك الله يحفظك شو اخبارك الله يحفظك يا غالي اول شيء شكرا جيتك واعتبرك من الناس الشجاعة أنا أعتبر الإنسان اللي يعترف بخطأه أكيد. من الناس الشجاعة بداية عرفنا باسمك أول بداية شكرا لك على هاي المبادرة الجميلة وهذا البرنامج وعلى هاي الجهود المبذلة منك ومن جميع الكادر الله شكرا لكم طبعا نحييك ونهنيك على هذه المبادرة الله يرضى عليك الحقيقة الله. يعني الله والنجاح اللي دا تحققه لك الحمد أنا مسلم فنون جميلة قسم مسرح الله يحفظك ممثل مسرحي موالي 96 بغداد الله يرضى عليك الله يحفظك يا أستاذ يزين خبرتني قلت لي أنه عندك قصة أو سوء تفاهم أي. مع أحد من أهلك أكيد مع من القصة هي قصة نعتبرها ونقول سوء تفاهم الحقيقة يعني صارت ويا أخوي وانت حلو من توصل مرحلة أنت والأخ تعبر مرحلة الأخوة زين. توصل مرحلة الصداقة شيء جميل القصة أنا ويا أخويا يعني احتبره كل شيء شنو اسمه؟ حمزة الله يحفظك ويحفظ حمزة. الله يحفظك يعني قصتي ويا حمزة صار سوء فهم وبالأخير الاثنين طلعوا مضررين وأنا يعني ما خسرت إن شاء الله ما خسرت لا ماكو خسارة بين الأخوة ماكو خسارة أكيد إن شاء الله فصار فد موضوع يعني حمزة كان داخل ويا احد الاصدقاء بمشروع فمن دخل وياه بالمشروع صار بيناتهم سوء فهم زين على المشروع وكذا وهذه فاليوم من الايام سمعت بان حمزه راح يطلع من المشروع زين وصلني خبر طالع حمزه من المشروع فشفت المشروع كل زين واموره طيبه واستثمار ونجح حقق نجاح انا الشخص ما عندي شيء وياه
وما عندي خلاف ويا لا ويا ولا ويا حمزه. فقلت ليش يروح للغريب؟ فأنا اخو حمزه راد ينسحب، ما عرفت سبب انسحابه يعني. يعني ما اعرف اكو مشكله وما اعرف كذا، يعني ما تدري انه صارت مشكله بين حمزه وصديق. هاي صديق. بعدين اتضح لي إيه، وصلتني فكره بان حمزه يريد يطلع من المشروع. زين، وصلتني عن طريق صديق، انا ما عندي شيء وياه صديقه. قلت له انا ادخل ليش حرامات وكذا. دخلت بالمشروع، اتضح لحمزه بان انا حافر جوا، انا مطلع من المشروع، انا مأذي. وصلت للفكرة هيجي، لأنه كان حمزة حاكي حكاية ما طالع رسمي من المشروع. زين، ايه؟ يعني مجرد أنه قال أنا أريد أطلع، أريد أطلع بيناتهم. فالظاهر إحنا ما نقول لعبنا صديقة اللي هو يعني هو كان السبب، لأنه وصل لي فكرة طالع. أنا إجيت قلت له ليش كذا. فالظاهر حمزة حاكي بس حكاية، مجرد حكاية عابرة. حمزة تبين له بأن أنا كنت أحفر جوا، أنا أرد أوقع، أنا أرد موضوع طمع ما طمع كذا. فدخلت بالمشروع أنا، وبعدين حمزة قفل علي زعل. أنا علاقتي بيه كلش يعني، قلت لك عبرنا مرحلة. لقيت فرق بينك وبين أخوك؟ يعني إحنا تقريبا بيناتنا 7 سنوات 6. زين، وعلاقتنا أصدقاء زين يعني، طبتنا طلعتنا سوا. بس هو فسرها حسب تفسيره من باب المادي. زين، قال لك اخوي استغني ماديا، اخوي اذاني يعني. حمزه راح يصير سنه ما يحكوا يعني. طبعا بالمناسبه المشروع انتهى وراح بعد. مشروع عفت انت؟ عفت المشروع، لان انا الصراحه يعني الحقيقه مشاريع الدنيا كلها ما تعوضني علاقتي بحمزه. انا لهذا السبب اجيت احاولوا ويا ناس وكذا. زين، اهل ما تدخلوا؟ والله تدخلوا الناس الطيبه، اهلنا واصدقاء والقرايب مثل وشكل طيب. الله يرضى عليه. دخله هواي، بس هو تأذى يعني، تأذى ماديا. شنو الفكره اللي ماخذها عنك اخوك؟ الفكره من باب الطمع، بان انا وقعته، لان يعني هو بسبب خروجه من المشروع تأذى ماديا. زين، ما جاي يقتنع بان انا ما كنت اعرف هو طالع من المشروع، ولا كنت احفر جوا، مجرد ردت الخير. وهو بالاخير يعني اذا انا استفاديت واذا هو، احنا ما بيناتنا فرق طبعا. زين، فكل يصب. ليش ما رحت له انت؟ هو اخوك بعد، مو تقول صديق او غريب، وشرحت له وجهه نظرك. ما تقبلني. انا كانت فكرتي شنو؟ النوايا مالتي كانت كلش سليمه. قلت هذا خلينا نقول على قولة اهلنا معون وناكل منه. زين. زين. فقلت احنا ليش يروح للغريب؟ اللي كان حمزه بي ولا كان اني؟ فاثنيننا احنا البيت واحد، هو المصب يصب في مجرى واحد. صحيح. فحمزه لا، اتضح له غير شيء. اتضح له بان انا جاي احفر جوا، انا انت تاخذ المشروع من عنده، انا جاي اخذ المشروع، انا داخل ويا مطامع بسبب المشروع. هو شوي تاذى ماديا، من تاذى حاولت ابرر له، حاولت ارجعه وياي للمشروع، ارباح المشروع يعني انا وياه. ما اقتنع، دخلت ناس. هو متضح علي يريدني، يقول لي انت حطيت ايدك بايد، صار عدوي انا هذا الشخص اللي قطع رزقي، وبهذا الزمن اللي يقطع رزقك يقول انا اعتبره عدو، فاذاني وانت رحت خليت ايدك بايده. حاولت بكل طريقه ابرر اوصل فكره، ما بقت الا وسيله الا برنامج الصفحه الجميل على راسي. الله يرضى عليك. طيب استاذ يزن، خذ عمرك، وانا اتجهت لك حتى تكون وسيله سبب خادم ان شاء الله. شوف، خلنا نسولف لك انت كموضوع القصه. سمعت حين ما باي اساءه لا من جانبك ولا من جانبه، يعني هو فقط انه سوء تفاهم، وصرتوا محتاجين فقط طرف ثالث يقعد الطرفين يعني يوضح وجهات النظر، ان يقول له انه هو اخوك ما يدري انه انت طالع يعني ما تريد تطلع. ما ادري بي انا ما يريد يطلع، انا يعني وصلني خبر طالع رسمي. زين، فهو قلت لك هذا السوء الفهم ما وصلنا له حتى نحله، لان هو داير وجه عني. ما دقيت وابا، رحت للبيت؟ رحت للبيت وحاولت وياه، وهذه ريت ابرر له. خلص هو من شافني، وهو لحد الان مقتنعاني باقي بالمشروع وجاي استفاد. ما سمع من الوالده من الوالد؟ سمع وقالوا له المشروع فشل وانتهى وراح وصفحه وانطوت. واتضح هذا الشخص، يعني احنا ما نريد نقول، ما نريد نحكي غير حكي، لاعب الاثنين يعني سبب لنا خساره ماديه وكذا. فخلص احنا طلعنا من المشروع. هسه لا انا استفاديت ولا انت فهمت ليش هذه. شلون علاقتي بي قبل سنة؟ انت علاقتك؟ علاقتي بي كلش قويه. اصدقاء؟ قلت لك اكثر من يعني، مو على بالك مثل اخوه، عبالك اصدقاء. لا لا، اصدقاء، ويعني عشرتنا طبتنا طلعتنا، بحيث يعني
يعني وصلت فتره اني من التقي بمكان بتجمع بالاقارب زي. بالعشيره يسالوني يعني يدرون احنا طبتنا وطلعتنا سوا، وين حمزه؟ شو ماكو؟ ليش ما تجون سوا؟ ايش عجب ماكو حمزه وياك؟ وين حمزه؟ وكذلك هو يسال نفس السؤال. وانا صراحه هذا الموضوع كل شيء يؤذيني، مشتاق له كل شيء، هواي مشتاق له، خلي حتى مشتاق شوفته اشوفه انا يعني عصاتبه، بس مشتاق لايامنا. أي. اخوك بعد اي مشتاق للطبه للطلعه، يقول لك واحد من يوقع يصيح اخ اخ طبعا يعني على اخوه، واقرب شيء هو يعني، ويعني قلت لك قريب مني كلش يعني، انا عندي اخوان خير من الله، الله يحفظك الله يحفظك، بس يعني لازم يكون احد قريب. انت اليوم جيتك حلوه، انا اعتبر جاي لهذا البرنامج مو ضعف من الشخص، لكن اعتبره شجاعه وقوه. ليش شجاعه وقوه؟ انه يجي يرفع راس المقابل، تعرف انه البرنامج مشاهد طبعا، لك الحمد يا رب، فكل الناس تتابع الحمد لله. فمن يجي هذا الشخص يجي قدام هاي العدد الهائل من الناس يشوفونه، اعتبره انسان شجاع انه جاي، انه انا اعترف بغلطي وما جاي على غريب، جاي على اخوي اخوي وحزام ظهري، كل شيء افتخر. انا قول اخوي الزود وحزام ظهري. اي اخوي فاكو هم يقول لك شيله مو كلمه اللي يسالك وين اخوك. هذه همينه انا رسالتين عندي إلي ان شاء الله، وراح احاول رسالتين توصل له من هو يقعد. اي يعني انا بادرت هذا الشيء، احسه شجاعه وما بي اي اساءه. ممكن اذا غير شخص خلال موقف او كذا بعيد عليك، بس انت تختلف من اخوك، انت تبادر تحسها مبادره. فانا كلش فخور بهذا الشيء اللي سويته، و انت بطل. ايه ويعني وهاي الخطوه احسها موفقه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب، لان هو شويه صعب. ها ايه. ما زين ذكرتني انا يعني ما ايه. شنو طبيعته؟ هو عاطفي، بس من يصعب صعب يعني شوي. شلون صعب؟ شنو اكثر اشياء تاثر عليه؟ هو بمواضيع الخاصه صعب. اوكي اكو اشياء تاثر عليه قدام، يعني اشياء ممكن يخليه يلين، تحالفه بشيء معين، تقول له سالفه معينه، انت شنو الاشياء؟ انا اتوقع يلين من خلال يعني راح احكي له اللي بداخلي. تمام. فاللي بداخلي انا راح كل أنا جهدي. خبرتها قلت له أنت ربحت هدية، تعال استلم هديتك. أنا خليت شخص صانع شوية حتى لا يعرف صوتي. أي. قلت له أنت ربحت هدية، تعال استلم هديتك. فهو خطيه جاي، بس هو قال لي كلمة حلوة. أي. قال أنا ما ج... قال لي لا تقدر تتبرع بالهدية لشخص ثاني. قال قلت له لا لازم تجي أنت بنفسك. قال لي أنا لا ما محتاج الهدية. قال لا أدج أجي على شوفتكم، يعني أنتم ولد حلال. الله يحفظك. والنعم منكم. الله يحفظك. تمام. قلبك استاذ يزيد. انت انا اخذت لك رقم تليفونه. أي. هو جاهز بالطريق ان شاء الله، والبي خير قدم رب العالمين. اهم شيء تكون محضر رسالتي أكيد. اللي سولفنا به انا يعني. اكيد اكيد محضر، لان الكلام مؤثر حيكون. لا ان شاء الله ياثر، هو انا اتوقع ياثر بي يعني، إن شاء بس الله. نحاول نقول يا الله يا الله خليها على الله. إيه. وان شاء الله على صار هواي راح يصير سنه يعني. يلا ان شاء الله خير. إن شاء الله يحفظك استاذ ياسر. اذا مشاهدين الكرام متواصلين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدين الكرام مستمرين معاكم ضمن إطار حلقتنا لهذا اليوم. اليوم معانا ضيف شاب جميل ومرتب، ويعني يعمل في مهنة أنا أعتبرها هي حلوة لكن نفس الوقت يعني خطيرة، فأكيد راح نتعرف على هذا الشاب. حياك الله. يا أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك. شو أخبارك؟ الله يحفظك. الاسم بالخير؟ أنا حمزة. حمزة الله يحفظك. الله يحفظك. أرد أسألك سؤال. جواب. شنو سر هاي الابتسامة الحلوة؟ والله الابتسامة وجودك ووجود الكادر ناس طيبين. فدول عمرك. أي والله. شنو مهنتك؟ أنا متسب وزارة الداخلية. زين. مديرة شرطة النجدة قاطع النهرية، الصرف مال التغواص وخبير متفجرات تحت الماء. ما شاء الله. إذا أنا. أفجرك أيوة. إذا أنا قلت مهنة خطرة يعني لحق. لا لا أكيد. شو هي مهنة الغواصة صعبة؟ والله صعبة هي، يعني نسبة الخطورة بها تقريبا هي 100%، بس إحنا ما مصنفين بهذا الخطورة. زين. بس احنا نحب هذا العمل، هذا المجال اللي نحبه. انت يعني سباح قبل لا تدخل هاي مثل الغواصة؟ لو انت لا من دخلت يعني صرت غواص انه تعلمت اكثر بعد؟ لا قبل لا ادخلها انا سباح. فمن دخلت وصار الاختبار الحمد لله نجحت به، توكلنا على الله. ايش تنصح الناس بالخاصة هذول اللي حاولي توم دي يسبحون اللي يعبرون النص ويعبرون؟ والله هي كفت هاشتاك مرة احنا طلقناه. ايه. السباحة في الانهر مشروع انتحار. يعني سنويا احنا المعدل عندنا بس ببغداد سنويا يعبر ال 150-200 حاله غرق. الله اكبر. هاي ناهيك عن الانتحار. اطفال وكبار بالعمر. اطفال وكبار ونساء اشكال. منو الاكثر في
شباب شباب ما عرف يسبح هو جماعة تراح يستغلون درجة الحرارة تفوع درجة الحرارة والنهر بلاش مو مسبح ودخولية الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة اللي يتونسون فيروحوا يجرفوا المي ويغرقوا وما يعرف يسبح مشكلة هاي مشكلة يعني احنا نحتاج هذا الموضوع موضوع ايضا يهم العوائل والاهل اكيد انه راقب ابنك بالخاص بمرحله المراهقه اللي هو 4 يبدا من 13 اقدر اقول حد ل 18 انه هاي اصعب مرحله بالحياه المفروض يراقب ابنه شوف ليش يقول لك الوضع ما ينعرف شنو يعني انت بدك نطلع اسئله وين رايح وين جاي وده شفنا يوميه خب حاله غرق يوميه فعلا هي والحالات اللي تصير كلها بدون علم اهلهم يعني ماكو واحد يقول له راح اسبح بالشط ويقول له روح وبالخاص بدون علم طعن واحد متوفي اهله الله اكبر هذا هاي بحد ذاته قصه شو تتحملون هذا الموقف احنا صار عندنا عادي بس هواي تمر بينا شغلات صعبه تنقهر على الاهل الامهات الاباء الاخوان زين راحت شباب مثل كلفه اي والله الله يرحمه برحمته الواسعه رحمه الله شوي خلينا نسولف عنك سولف انا خابرتك اي قلت لك انت ربحت هديه معانا انا راح احكي قدام الناس هذا الشخص عجيب غريب الله يحفظك والله العظيم اتصلت عليه قلت له انت ربحت هديه معانا وتعال استلم هديتك في قناه الطليعه فقال لي شايل قال لي انا ما محتاج الهديه اتبرع بالهديه لاي واحد محتاج قلت له لا تعال استلم هديتك قال لي زين اي واحد فقير من جانبك تعال اخذها قلت له لازم تجي انت بنفسك تستلم الهديه هاي واحد الشغله الثانيه بعدين ايش قلت لي انا ما محتاج الهديه محتاج انه شوفتكم صح فهيك انسان يعني ابن خير اقدر اسميك لو صعب وقت الحالي شوي لحد الان في دول عمرك لا انت هديتنا تعتبر الله يعزك والله انت هديتنا انا هديتي والله تعرفت عليكم والله انت طيبين في دول لحد الان الهديه نطلع بيها منا انا وياك اي فقير انت تعرفه في دول عمرك زين ادي اسالك كم سؤال طبيعتك عندك اصدقاء بحياتك اكيد يعني اكو بعد اصدقاء يعني قصدي اصدقاء هواي لو قليلين عندي اصدقاء هواي الحمد لله زين اكثر شيء تمشي يعني اصدقاء من ناحيه الاقارب لو اصدقاء غربه ماكو مرت غريب القريب اكثر صديق لك اقارب وغربه بس التقاء انا اكثر بالاقارب ها بالاقارب اي واي الاخوان واي هي اخوان عمامي ولد عمي الله يحفظهم لك ان شاء الله هم كلهم ان شاء الله اصدقاء واخوت زين طبيعتك بالحياه عصبي هادئ انا ادش قدام انسان هادئ هو كل احنا هادين بس اذا تجي مرحله العصبيه تعصب مرحله الهدوء هدوء لا بس انا اذا اشوف الكاركتر قدامي أي. انسان هادئ وطيب وفقير هسه اشوف قبالي يعني ان شاء الله نظرته تتغير باذن الله طبيعتك بالحياه انت رايس العاديه احب اسال بها الضيف اي لك لك عزيزي يعجبك طبيعتك بالحياه متسامح لو غير متسامح يعني هو الله سبحانه وتعالى يسامح بشر ما يسامح عافية عليك احلى جمله سمعتها لي الله يعزك صح هواي بحياتنا انه الناس شوفها تقفل هواي بحياتنا نشوف الناس انه بس سامح لكن ما يفكر انه وراه موت وراه هواي اشياء زين اذا واحد يشهد عليه بكذبه السامحه لو لا يعني حسب نوع الكذبه اذا كذبه بيضه حسب نوع الكذبه يعني زين انا مكذب عليك انت لا حشاك ما تكذب لا انا مكذب عليك انا دحتر من اخلاقك ما تكذب زين حشاك لا انا مكذب عليك كذبه بيضه صغيرونه واتمنى تسامحني عليها انت مبين ما تكذب عزيزي لا من اخلاقك في دول عمرك الله يرضى عليك ما تكذب انا مكذب عليه قلت لك انه هذا البرنامج بيه هديه راح تستلم هديه بس هو مو برنامج هدايا لا شلون انا اقول لك شنو لعلي كيف نسولف اي شو وش تغير هذا البرنامج مبني على المحبه على التسامح على رفعه الراس راح تقول لي شلون مرت سوء تفاهم بيني وبينك على سبيل المثال فيجون لهذا البرنامج إلي ناس يقول أنا اليوم ضوجت حمزة فأريد أجي لبرنامجك أريد أرفع راسه قدام العالم كله وأريد أعتذر له تمام؟ فهم علي شلون؟ فهمت يعني أنا هسه مثل شنو؟ أم ضوجك بدل ما أجي أعتذر بيني وبينك لا أجي لهذا البرنامج اسمه الصفح الجميل أعتذر من عندك قدام الناس كلها وقدام العالم حتى أقول أنه أنا جاي أرفع راس صديقي حمزه شلون لك فكره البرنامج والله فكره حلوه بس المفروض من البدايه يقولونها للناس يعني احنا نقولها مو اكو ناس ما تجي اذا ما يجي هو احسن يعني اذا زين اكو ناس ما تقول له يقول لك ها ما اقدر اجي وصعب واكو ناس ما تتقبل فاكو شخص اتصل علينا
بالبرنامج. احنا مصورين اكثر من 60 70 حلقه 80 حلقه. الله يوفقكم ان شاء الله. وكل هالحلقاتنا حلوه، كلها تقبلت الاعتذار، كلها تقبلت الرسائل. فاكو واحد اتصل علي بالبرنامج قال لي انا اليوم اريد اجي لبرنامجك واريد اقدم رساله شكر اشكر ورساله اعتذار من حمزه. وبرد سوى رفعت راس، شلون واحد العريس مني يعني يزفونه، شو من وياه مزيقه واهله وقرايبه كلها وياه الصفق له تفرح له. فقال انا يعني رفعت راس، يوم اريد اسوي رفعت راس مفاجئ له قدام العالم كله، اريد ابوس راسه واقول له انا اسف اذا بدر مني شيء تجاهك. قلت له تمام، فانا ماكو غير هالطريقه اجيبك بيها البرنامج. مو زين انت بقى انت جيت بوقت يعني اذا اقول لك فوق الحساس يجوز قليل. شلون؟ يعني هذه السنه 2023 اللي خلصت احلى سنه مرت بحياتي ونفس الوقت مو حلوه. زين هسه احنا شو نريد؟ صارت بيها اشكال، صار لا بيها المشاكل، صار بيها الفرح، صار بيها الحزن. اوكي وياك انا والله. انت جوز ما تعرف انه الشخص تمام؟ جوز يطلع بنيه معجبه فيك حلوه. جوز يطلع واحد، جوز يطلع رجال. انا ليش ذكرت لك هذه السنه؟ لان هذه السنه انا هواي شاكرت بيها ناس، عرفت بيها ناس على حقيقتهم. وياك انا ما لا نفر ولا نفرين، يعني مجموعه اشخاص. احنا شو نريد اليوم؟ انا ما اتوقعها منه، فاكيد كل واحد متغير وجهه. زين، عندي موضوع وياك ثاني. ذكرت لي جملة قبل شوية أحلى جملة أسمعها، قلت هو رب العالمين يسامح، إحنا بشر من سامح. بس رب العالمين مو إحنا. لا بالعكس، إحنا لازم نكمل دنيتنا بأفضل حال، نقابل رب العالمين، نقابل رب العالمين إحنا شنو؟ أبيض. برنامج ما بإساءة لأحد، ولا بإساءة عفواً حضرتك، أنت على راسي. سالم. وأنا آسف لأن جبتك بهاي الطريقة، جداً أعتذر. لا عادي. أنا أعتذر بيدك حالياً، بس هو برنامج عبارة عن رفعة راس. اني ارفع راسه قدام العالم، فالشخص اليوم جاي يتشكر منك ويعتذر من عندك انه جوز اساء بحقك او هو قهرك بموضوع معين. فقال اليوم انا اريد العالم كله برنامج مشاهد على مستوى اني يعني على مستوى على مستوى. والله الصراحه انا اول مره جزء اول مره اشوفه او ما ادري ما اعرف اول مره اصلا عند المكان هذا اشوفكم. لا هو احنا على مواقع التواصل، فهو هذا الشخص اليوم جاي اريد يشكر من عندك ويعتذر اذا هو بدر يعني بدر شيء من عدة اتجاهك. ممكن شو هالشخص؟ أستاذ يزن أنا ما زعل واحد لا ولا تخرب ويا واحد. هو على فكرة إلا يعني صاير في إشكال بيناتنا وناس هواي. قلت لك أنا هاي خصوصا هاي السنة تقريبا أربع أشخاص. أنت تؤمن بالرسائل؟ أؤمن. خلاص هو عنده رسالة، اسمع الرسالة. زين نقدر أجي الحلقة غير مرة؟ لا ما نقدر، الشخص موجود. اسمع الرساله اي عادي ماكو اشكال، يروح الشخص وحتى ما اريد اعرفه. لا ما يصير ناجلها بعدين اجيك. لا صعبه ما نقدر احنا، هاي ديكور وكاميرات وناس ما خسر خسر. اسمع الرساله، برنامجنا عباره عن رفعه راس، يعني انا اليوم جاي ادرفع راسه قدام العالم، اريد اقول لهم انا اليوم جاي ادرفع راس حمزه، اريد اشكر منه واعتذر منه اذا بدر مني شيء تجاهه. شيء حلو ترى ما صاير ولا داير صح لولا شباب جود الرسالة. خلي نسمع الرسالة، اسمع الرسالة yeah. وأتمنى منك حلفك بالله إنه لا تنفعل ولا تنقهر، واسمع الرسالة حالك حالي. أنت جاي ضيف يمي اليوم، اسمع الرسالة ما خسر خسارة، اللي عجبتك خير على خير، ما عجبتك براحتك. شباب على بركة الله جود الرسالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله بالخير. الله بالخير. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وعلى الله يحفظكم ان شاء الله. حمزه منو انت قدام؟ اوكي اخوك الله يحفظه ان شاء الله. حكى بالموضوع وحكى بسوء تفاهم اللي صار بيناتكم، وانا ارجع اقول لك انه عمر الظفر ما يطلع من اللحم. اخوه اخوه، واحد من يوقع شيء يصيح اخ، يعني اخوي اخوي. هو اليوم عنده رسالتي تمام، ما خسر خسارة، اسمع الرسالتي، اللي عجبتك الرسالتي خير على خير، اللي ما عجبتك على راحتك. واحنا سولفنا قبل شوي انا وياك. يلا واسمع منك يا زين احسن. انا احكي له احكي وياك اوكي، بس هو رسالتين انا ما اقدر احكي له رسالتين، هو حافظن احسن عندي الرسالتين. اتفضل احكي رسالتين. اول شيء شكرا لك استاذ يزن. الله يحفظك. اول شيء انا عندي رسالتين لك حمزه، زين اتمنى تسمعهم من خلال استاذ يزن وقدام البرنامج. الرساله الاولى انا اشكرك طبعا لان جيت،
اي وحده اتوكل ولا خصك بس بس اسمعني خلي بس اسمع اسمعني خلي حلفك بالله بالله تحبون قولوا لي بس بالله حمزه حمزه امانه برقبتكم بس بالله بس اسمع امانه برقبتك اذا تحبني قل له روح دقيقه دقيقه اذا تحبني والله متعلق والله قدرتك انا وجيت والله متعلق على غير شيء والله متعلق قدرتك وجيت على غير شيء والله متعلق قدرني وخلينا نروح بس اسمعني ما خسر خسار اسمع الرساله يا احمد احنا قبل شوي اتفقنا لك شو السالفه ما عندي اشكال وياك خلي يطلع واسمع منك عادي مو هو صاحب الرساله مو انا صاحب الرساله انت اوكي يمك عادي يسولف لك وانت تسولف لي خلنا زي كانه هو موجود خلنا نتوكل والله بعد نروح كانه هو موجود يا زين خلنا نتوكل اذا تحبني وتعزني قل لي يعني ما هاي المره الثانيه يعني ما وياك انا بس ما اعرف هو حتى ما خليته يكمل كلامه خليه يكمل كلامي يعني اسمع ارد اسمع منك انا اسمع مني اسمع مني خلاص اسمع مني اروح رحمه امه مو انا خاف يعني ارد اطلع من الطاري خاف اطلع من الطاري هو هسه تو بدا بس بالكلام خاف اسبب لكم مشكله والله هو تو بدا بالكلام اسمع ما خاص خسار وكانه انا اسولف كذا تقول له روح تدري ايش تسوي والحسين تريحني اسمع مني وروح بس اسمع مني محتاج اسمع انا اللي ما يحتاج اسمع انا شايف لا ما شفت مو سامع ما شفت حمزه شايف وسامع ولامس حمزه ما شفت حمزه انت كبير ما يحتاج والله حمزه انت كبير مين عين نفسك شوي خدمتك يا زلمه مين عين نفسك شوي انت كبير حمزه انت كبير واكبر اخوانك وان شاء الله كبير قدرا ومكانا عندنا ان شاء الله وما ما صورتك مكانك تتغير حمزه انت كبير اسمع انا عند اخوي هم بعمره اخوي واصغر منه بعد وهواي عنده جزء اشياء واسامح اقول اخف يلا يلا عمون بها نقطة استاذ يزن ومرات الخطا ينحسب بغير مجال الخاطر حسب الخاطر الوجوه الحلوه والخاطر القناه وانت جيتك كبيره والله جيتك كبيره القناه كلكم على راسي واخوتي شكرا لك هذا الرايد من عندك انا يلا تفضل هو فسر القضيه حسب تفسيره حسب رؤيته للقضيه اول شيء انا الرساله الاولى هي انا قدام كل الناس جيت هنا أنا وتواصلت ويا أستاذ يزن هذا البرنامج أريد أنا أفتخر بيك أريد أعتذر لك قدام الناس كلها لأن هواي أثروا عليك وهواي ناس تدخلت بموضوعنا وأنت ما قبلت فأنا اليوم اختاريت هذه الوسيلة قدام كل الناس وقدام المجتمع وقدام القناة والكادر والناس أكيد راح تشوفها أنا أريد أرفع راسك أول شيء أنت أخوي زين والعلاقة بيناتنا أصدقاء إحنا مو أخوة أنا ما أريد أعتذر لك قدام فرد فردين ثلاثة أريد قدام كل الناس أتخر بيك وأنا أبرر لك الموضوع اسمع تبريري وأعتذر منك وأتمنى تسامحني ويعني اختاريت هذا المكان أنا في سبيل قدام الناس كل أعتذر منك حتى لا قدام أحد لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة كلها خلي تشوف لأن أنا أعزك أنا لو ما أحبك وأعزك وأنت أخوي والمواقف اللي بيننا والعشرة والقعدة والقومن ما اختاريت هذا الشيء وانه ممكن ما تحملت حمزة صار سنة يمكن انت قلبك قوي وقدرت تباوع ببوتشي وما تباوع ببوتشي وما تسمعني والموضوع ما يستوجب فانا ما اقدر انا ما اقدر افارقك اوكي مستحيل افارقك يعني الناس بتسألني وين حمزة استحي اقول زعلاني طبعا تستحي انا ما غلطان بحقك حمزه طبعا تستحي اذا دقاتك يعني تذكر ايش قد سامحتني ليش هالمره يعني ليش الطرف الثالث شت تذكر شت من تقول اذا تريدنا نبقى سوا وعلاقتنا شلون شت تقول لي لا تدخل طرف ثالث اللي يحكي عليك تعال قول لي واللي يحكي علي تعال قول لي لان الطرف الثالث يخربنا كنا ابونا من يدخل بموضوع نحله بيناتنا اثنين ليش هسه شنو غيرك انا كمواضيع استاذ يزن ما اريد اذكرها طبعا انا اعرف شنو الغير حمزه انا ما اريد اذكر صاحب المشروع تراني اللي وصلني وسولفوا لك بس انت ما تقبل اللي وصلني ترى انت طالع من القضيه من المشروع انت طالع وانا من دخلت لاجل مصلحتنا حمزه بس انت ما وصلتك الفكره انا دخلت ردت ليش يروح المشروع الغريب وخيرك عدي وخير عدك ترى نسيت حمزة كنا أنا وياك جبنا واحد سفرتنا وحدة طلعتنا وحدة فأنا من بادرت بهذه المبادرة ما ردت نخسر المشروع لأن المشروع الله وفقنا به ونجحنا أنا قلت حمزة صار عنده ظرف خل أنا ردت نواياي والله حمزة
نواياي انا رديت اسويها لك مفاجاه بان انت خارج المشروع والارباح تجي. انا اقول لك هاك حمزه زين، اقول لك هاك حمزه هذا المشروع اللي طلعت من عنده ما انطيته الغريبان، رد تحافظ عليه لان هذا معوننا رزقنا بيه، خلينا ناكل بيه، ما ردت احد غريب يدخل بيه حتى لا يروح المشروع. بس انت ليش افتهمتنا هذا الفهم؟ ليش انا داخل وياك على طمع؟ انا ما داخل وياك على طمع ولا احفر جواك. اجى قال لي حمزه طلع من المشروع، قلت ليش نخسره واحنا اخوان؟ يعني ما ادري بيك هيك راح تتصرف ولا ادري بيك راح هيك تصير، لا ادري بيك راح تفرح راح تقول لي عافيه عليك لين ما خليت المشروع يروح الغريب. حمزه بعد انا هذا اللي عندي وانت بكيفك، امانه الله امانه الله، انا مو طمعا. حمزه انت شنو تاخذ من عندك وانت تعطيني وانا نطيق؟ ليش فكرتها من جوانب ماديه وطمع؟ يقول اعتبر ابويا الثاني، اعتبر سندي، اعتبر اخوي اللي ما كل شيء يعني كل شيء كل شيء بحياتي اللي ما اقدر انه اعيش من دونه. انا شوف خلنا نسولفك على الموضوع، انت صاحب القرار، انت مخير بكل شيء. وجهه نظري بعد انه انا مقدم هذا البرنامج، اني لو يجيني شخص عندي سوء تفاهم ويا لهذا البرنامج ويدي يرفع راسي قدام العالم كله، اقسم بالله لو قاتل ابوي اوافق. خليني اقول لك على الموضوع، هو اليوم يحس نفسه انه غلطان في حق، غلطان اوكي ويحسب وجهة نظرك، لكن كجيت الى هذا البرنامج ويرفع راسه قدام الكل ويدراو العالم يا ناس يا عالم اني ما عندي غير اخويا حمزه، هاي ماكو احلى من عنده. يقول انه انا ما اقدر اعيش من دونك، انت اخويا، انت سند، انت حزام ظهري، باكر عقبه لا سمح الله صار شيء بيه بالشارع منو راح يوقف؟ للغريب لا، مستحيل الغريب يوقف، الجزء الغريب يقول لك عمي الله يساعدك ايش محتاج، بس اخوي اللي يوقف لي، اخوي اللي يسندني. هو هسه اقول لك على كلمه، هو هسه من غيرك ضايع اكيد، من غيرك باكر عقبه صار شيء بالشارع واتصل عليك اكيد ما راح تجاوبه لان شوي عصب انت وزعلان، ما حد يوقف له، هو يدك حزام ظهر. غلطان اي غلطان، اقول لك غلطان، لكن احيانا سوء الفهم بين الطرفين يوصل لهي النتيجه. انت شويه عصبي بس برضه ما شاء الله شكلك حلو ومرتب وبين هادي، بس ما ادري هاي العصبيه كلها ما خلى احد يبرر. بس انا شفت من شغلك قلت له يضربني فلش لي وجهي، خفت على روحي. ما اضربك، اخذ علي موقف وما خلى احد يبرر الموضوع. دائما الكبير يصير قلبه متسامح ويمين على نفسه. زين هو يعرف مقام تعدي شنو؟ يعني عبر مرحله الاخوه صارت لا شيء. والله حكاها عباره وبشهاده الكادر كله. بس مواقف اكو مواقف يعني شو اقول لك؟ استغفر الله ما ردنا تجي اقول لك حتى الله ما يسمح عليها. استغفر الله. اوكي اقول لك على زين بقى. اذا انت اخوه ابن امه وابوه ما سامحه وما جاي تغفر له مع احتراماتي لك حمزه، انت اخوي ان شاء الله واخوك اعتبرني اخوك الصغير، اخوي وعزيزي فدوى لعمرك، اخوي وعزيزي. اذا انت اخوه من امه وابوه ما سامحه زين، كيف اذا الغريب باكر عقبه اذا وقع بشده يقول اذا هو اخوه ما سامحه تريد انا اسامحه؟ اذا هو اخوه ما يحكي وياه تريدني انا غلطان؟ احنا مشكله الكبار، انا ما كبر اخوتي، لازم نطي مجال الارواح لازم ندوس على ارواحنا الخاطر. استاذ يزن الحين راح يجي يوم راح يجي يوم ويعرفون قيمتنا شنو. هو اليوم جيت لهذا البرنامج انه عرف شنو قيمتك، عرف شنو مكانتك. قال انا يا ناس انا ما اقدر اعيش من دون اخوي، انا احس روحي تايه صح ولا غلط؟ انا كنت وقع مريض يقعد يم راسي للصبح يخابرني بالليل يزن موت. انا بس خلي اقول لك حمزه تسوي يخابرني بالليل انا راح سويت فتنه هسه. ليش فتنه؟ انا اقول لك ليش. دخلوا عمامه وقرايب، دخلوا عمامه زين عنده خوش مقترح واصدقائي. انا ما عندي مال يعني هسه حتى اذا راضيته هم راح يشوفون زين. سؤال تصوير ويزعلون ليش احنا ما عندنا خاطر. زين راح اسالك سؤال، اسالك سؤال وانت جاوبني. ايش محلاتها؟ ايش محلاتها من يراضين اخوي قدام ثلاثه اربعه لو حلاتها من يراضيني قدام ملايين الناس؟ هم هذول الناس اللي يقولون احنا هسه الناس اللي يقولون اللي يزعلون عليك. لا ما راح يزعلون. ليش ما راح يزعلون؟ يقول لك على الاقل اجى قدام العالم كله، لان هم ما راح يشوفوك وغيرهم راح يشوفوك والجيران راح يشوف والاصدقاء راح يشوف، يقول عمي ارفع راس اخوك قدام العالم كله ما تخلى عنك. يقدر يقول يلا واذا زعل شو اسوي الان؟ بس ما يقدر. انا مو مستحيل، انا اريد اروح لسليمانية يا حمزه تذكر يدخل على الطقس يقول لي خاف بارده عليك يحضر لي ملابس شتائيه. شنو قلب والدته سولف له هاي كلها وعصب النوم. تتذكر حمزه من تقول لي بارده تغطى زين تسوي زين وبعدين تشوف شين تلاقي غير وجه. اقول لك على موضوع كلش مو حلوه، لو غريب مسوي هاي السالفه اقسم بالله من اول طلعت اوصلك للباب اوصلك من خدك واقول لك الله وياك.
بس اخوك. يا زين انا بخدمتك انت رحم الله والديك ومشكور على هاي المبادره الحلوه، مشكورين كادر كلهم ما قصروا. زين. إيه انت هسه جبرتني قلت لي شوكه لما غصبا علي اسامح. لا حشاك، لا 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 انا ما اجبر احد. مو انت بس انت، حتى انا بداخل هسه راح اقول لك مجبور برخصتك بس خلي حاسك. انا مجبور هسه غصبا علي انا اسامحه واطلع منها. قدامك واخذها وتعرف ليش؟ لان ما عندي استعداد وما عندي قابليه. انت جاي تقول هسه برنامجي قوي وشوفها واي ناس. ما عندي استعداد اطلع منها انا وتشرها وانا مفشله قدام هاي الناس كلها. ما بدي احكي شايلين طالع على الجو مباشر. ما غصبا علي هسه ترى تخلينا اراضي. اذا على الحق شوف لان ما اريد الناس كلها تشوفه. خل اقول لك على موضوع. راح اشوفه اصدقائي. حقول لك على موضوع. طلابي وياه عمامنا بس ولا خصك كل الناس اللي يعرفوا هو اللي يعرفهم راح يشوفونه. اذا على الحلقه يفشل. اذا على الحلقه فختولي الحلقه مع احتراماتي خلي تولي الحلقه مو شرط مصور الاف مصور 15 حلقات مو شرط غايتي وحده انا لو يطلع ليمي قاعد يصالح قلب قول يصالح ولا يصالح وشغله ثانيه انا دالها عليك سبق حكيت لك قبل شويه هواي ناس بحياتنا حكيت لك اياها قبل شويه هواي ناس بحياتنا من اهلنا احنا فقدناهم وكان بيننا وبينهم سوء تفاهم طولة العمر إلك إن شاء الله وطولة العمر إلى إن شاء الله هواي ناس بحياتنا فقدناهم من دفنا ونصف نباوع عليهم نقول أي يابا فلان مات وأنا ما أحكي شوية عمت عيني والله اللهم راضي يظل الحسرة تاكلك فعلا يظل تتحول إلى مجنون فعلا نقول أنا ليش هذا الشخص كان قدام عيني حتى لو كنت سوء تفاهم بيني وبينه ليش ما صالحته ليش ما حكيت وياه ليش أنا هيش أنتم أخوان لا سامح الله طولة العمر لكم ان شاء الله باكر صار بي شيء تدري ايش راح يصير بيك انت اسالني انا راح تدمر قول فلان صار بي شيء وكان قدام عيني واني انت جاي تبكينا اول ارد ابكيكم انا ارد ابكيكم وانا خلاص المي ماكو كله شرب جيبوا لنا مي جيبوا لنا مي جيبوا لنا برميل مي زين هي ما وصلت مرحله الموت انا وقعت فلاونزا احتاجيت يمي شوف انا ليش بدي الح عليه حاليا اقسم بالله شايل قلب والده وحرام هيك انسان ما يسامح جوز ولدي وافقون رايي او لا قلبك طيب وعيونك جاي تغرغر ابو علي صار لي ساعه انا فما اريد انا ما اريد والله والله وللشاهدين علي مصور 5 حلقات وست حلقات هسه مو غايه الحلقه حلقه ختولي تروح غايتي اخوك سندك حزام ظهرك هذا اظفر ما يطلع من لحم وقال سنشد عضدك باخيك هاي قران الله قالها وسنشد عضدك باخيك يعني اخوك بعد فصعبه انه انا اخويا اسوي سوء تفاهم بينه وبينه انا اقول لك هو جاي يعتذر اليوم انا حكيت اكثر من عندك اليوم لا لا بالعكس انت قلت لي بالتليفون قلت لي بدك تساعدني لا لا انت انت صح القضيه انت بخدمتك وانا بدي اساعدك يعني حمزه اخوي الكبير اعتبره اخوي وعزيزي وما وباكر عقبه بعيد عن الحلقه اخذته للحلقه تروح لا انا كسبت اخواني اللي اثنين باج عقب يصير في شيء لا سامح الله خبر حمزه وخبر كلك تعال تلحقوا لي ما عند احد فانا ما اريد اخسر ما اريد اخوتي اثنين جزءات تعرفت بيكم بالجديد لكن انا ما اريد اشوف اخوتي الاثنين بينهم سوء تفاهم وانا حاط ايدي على خدي وقاعد ف عندك بعد سولف لان عطشت وتعبت الله يساعدك هو انا ما عندي شيء هو بعد كيفه بس انا حمزه يعني اتمنى نرجع احلى من قبل انت تدراني يقولوا لي هوايه انا هذا الموضوع كلش مهذيني حمزه كلش هوايه بس انت جاي تكابر انت فاهمني غلط يغلط باسمي حتى ويا اصدقائي يصيح لهم باسمي يحتاجني مرات يصيح لهم سلوم حتى ما يقول له مسلم زين وبالبيت عائلته يقولوا لي يفتح التليفون مرات ينسى يريد يخابرك يصير ويا مواقف يخابرك زين يصير ويا قضايا كم مره انت بتسويها بالبيت وقالوا لي من عائلتك من بيتك كم مره قالوا خلى خابر مسلم باو علي تباو علي انا رجال شو اسمه زين باو علي اخوك انت جابوا علي شوف وجهه جديد شلون انسان يتغير انسان يتغير حمزه انت فهمتني غلط كنا نستفر من اخطائنا وكنا نستفاد من اخطائنا انا واحد من الناس لو شوف تقديمي باول حلقه بالبرنامج عكس هاي الحلقه كل حلقه استفاد من تجربه معينه هو جزء الخطا اللي مر بي والتجربه اللي مرت بي خليته يستفاد من عندها خليته يعرف الصح من الغلط. أنا فلوس الدنيا كلها ما تهمني، مشاريع الدنيا كلها ما تهمني، تهمني بس ضحكتك ورجعتنا سوا حمزة. ما أفكر لا بمشروع ولا بفلوس ولا بدنيا والمشروع عفته
وطلعت من المشروع، انا شلو بالفلوس؟ شلو بالمشروع وانت ما وياي؟ شو اسوي بيه الفلوس؟ الفلوس تمشيني؟ لا، انت حمزه زين. انا على اليوم المشروع اللي خربنا، اللي اخذ ضحكتنا، والله كلام مؤثر، اللي اخذ ايامنا الحلوه، يا مشروع يا فلوس حمزه. اه حمزه تفيت علي زين، شعب عليك افر عليك افرها عليك انا. هو انا قلت له حمزه اذا اليوم ما صالح ما تعرض الحلقه تخسر لي الاستوديو، تخسر لي اشتريت قاطنه جديده على مودك بالعافيه. بعد شيء قلت له تخسر لي غدا، تخسر لي هواي امور. والله عفوا على الكلمه واعتذر من كلمة يعني شاركوا البرنامج، لكن انتم في مستوى عالي من الرقي والاخلاق. الله يحفظك وثياتكم القلب طيب. وشوف انا اعشق هيك ناس مثل حمزه. شنو انت الراقي والزين طبعك مثل طبعي. انا هيك انفعالي بالبدايه بس بداخلك قلب والده امرت تقول له تنفعالي بس انا بس اتقشمر بكلمتي. كل واحد عنده مشكله. انت ما قلت لك تتكابر بالبدايه، لكن انت شويه الموضوع مأثر بيك، شوي متعصب من عنده، بس انت تموت علي. طيب بداية مبادرتك حلوه بس بعدين من تغيرت صراحه ما رضيت عليك. انا هي هالطريقه بس من شوي دركتها انت طاب بصلح خير موضوع خير. هذا قايته الله يوفقكم بهذا المجال. احنا اول مره من زعلنا لحد الان نقعد واحد قبال الثاني الحمد لله وشكرا. واول مره توصل له الفكره حمزه المشروع راح وانتهى، وارجع واقول انا من دخلت علي ما ارد اذيك، دخلت لين معون من خبزتنا ما نخسرها، فقلت أنا يصب بصالحنا ليش يدخل غريب وياخذ الخير. وبالتالي من زعلت علي ومن عفتنا ومن درت وجهك لا خير ولا مشروع ولا فلوس، انا عندي ضحكتك وقعدتنا وسالفتنا سوت تسوى ابو الدنيا كلها ابو المشروع. والله تغير ونحو الافضل والدنيا ما تسوى حمزه. انا ما اخذ له ابد، ما اخذ له قبل ولا انا اخذ ولا اراد له طلب، بس انا اعتذر من شكو واحد من عمامي من اصدقائي من جيراننا، شكو واحد اجى وتدخل بهالموضوع رفضته. لا يزعلون علي عمي، لا يزعلون علي. احكي نيابة عنك؟ لا انا اقول لك استاذ نيابة عن الموقف. انا متاكد ومتيقن كل الناس اللي ذكرها اذا ان شاء الله وان شاء الله يصالحني، لين ما اخلي اليوم اذا ما يصالحني عافيه. انا متاكد كلهم راح يفرحون وكلهم راح ينسون عمامي معهم. اهلنا اصدقائنا عمامنا تشاهد اي ونعم جيرانهم كلهم. أنا اعتذر نيابة عن حمزة، هذا برنامج وأكيد أنتم تحبون الخير. أكيد طبعا وأكيد أنتم تحبون فعل الخير. اليوم إج مو قصور بيكم، لكن برنامجك مشاهد على مستوى فردي سوى رد اعتبار لأخوه قدام العالم. بدل ما يشوفونه خمسة راح يشوفونك 10-15 مليون. والله العظيم وأنا ما ردت أصور فقط بتليفون وإحنا تصالحنا وننشر ستوري، لا أريد كل الناس تشوف. عندي 5-10 مليون مشاهد فتحش لك اكثر موفق ان شاء الله. فيا هيا ناس يا عالم هنا اخونا جاي احتضر فسامح والله راح يسامحونك وراح يقولون عمي بس خلاص. اذا اجى واحد انت مخوت ان شاء الله ماكو غريب الا شيطان هاي قاعده خير ان شاء الله. اذا اجى واحد قال احنا عمامك ما تراضي شخص غريب تقول له اي واحنا تقول له لا اجيب عليك واجي قبل خادم انت فضاويا انا فضاويا هم نفس القاعده قاعد هنا انا وياك هو واعزمكم على غداء ونقعد نسولف اليوم. بس اعتقد انه العمام والخوال والجيران ما راح يزعلون. ليش؟ لان احنا دخلنا طباب خير والموضوع بيردد اعتبار قدام العالم والناس كلها. وهي كلها منتظره كلها منتظره هذا الشيء كلها منتظره انا متاكد كلها منتظره. بس هو اللي يعني اتمنى يعني ما اعرف ايش اقول لك حمزه يعني احنا شاب ايش عاتبك يعني شلون ما كل بعد الموضوع ما شغلات هواي ما عاتبك احنا شوف. لا انا ما عاتبه لان احنا ما واصله مرحله العتب بيننا. هو بالبدايه من حكي القصه ما تطرق لاي شيء خاص فقط على المشروع، فاحنا موضوع العتاب نتركه على صفحه. بس حمزه هذا سلك سؤال جواب سامحه قلب ولسان لو فقط قدام الكاميرا الله يدري بها بعد. لا اريد اعرف انا بدي اسمح لي يحتاج يعني واحد يحكي الله يدري بيها. لا ما انا سؤال دائما اساله لكل ضيوفي. ما تقدر حمزه. الله يدري بيها يا زين. هذا السؤال اساله لكل ضيف مشترك عندي واحب اسمع حتى انا يوم احط راسي على المخده انام مرتاح. والله العظيم صارت عندي بزه هنا. ثق بالقران الكريم. بزه خير يعني؟ بزه لا جوا قلبك، فمن يقول لك الله يدري هو بعد الله يدري. قلب ولسان؟ قلب ولسان؟ يعني قابل واحد يحكي شاي ويكذب؟ لا والله والنعم منك.
اخر كلمه قبل قلب لسان مسامحه مسامحك حتى التولى الف رحمه ما راضى عليك والله وهسه راضى عليك هسه قوم حضن اخوك يلا يلا قوم هو اللي يحضنك بوسك يلا هلا 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 الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله حبايبي والله حبايبي والله حبايبي اصبع والله اصبع وحبايبي والله لك الحمد يا رب لك الحمد يا رب الله حمزه حمزه الطيب مستم الطيب حبايبي انت نات على نات 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 اثنين 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 وين قاعدين يا اخوك قوم حمزه قوم 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 جزاكم الله الف خير ونورتوني اليوم وحلقتكم حلقه خير وبارك والله ايش قال لي بالتليفون قال لي هو عصبي خلينا نشوف وضح وطن صالحته هو عصبي ليه نروح نخرب لا لا ادخل بس قال لي قلبه طيب الى درجه واني بقيت اله على هاي الكلمه مال قلبك طيب اي وانت حاليا ما قصر هو يكابر كان ادري بي. والله ما يتحمل ادري بي. انا والله يذكرني واحد اعرفه والله ما يتحمل اهلي هيج نفس وضعيته من والله ما يتحمل قلبه طيب شكرا لك الله يوفقك تجعلون تسوي شيء الله يهوك سامحني انا مسامحك حلو الهديه ومحلو الهديه لا سكيتهم سكنا جهدي بس نصيحه والله العظيم ايه انه اذا تخابر واحد اعطيه فكره من لا لا ما اعطيه فكره شلون اعطيه والله نصيحه لا ما اعطيه فكره بروح اقول لك ليش انت خوش شاب مرتب وخلوق فدوى العمر مو خاف واحد لا ما حد انا امن روح لا امن يف عليك يخرب ملامحك بعد ما تطلع بالشاشه لا لا امن نفسي انا الحمد لله يعني محبه الناس رزق من الله والناس يعني الحمد لله بالشارع او يعني الناس تشوفني الحمد لله والشكر لكن اقول لك على موضوع اسولف لك بالبدايه هواي الناس تقول انت شلون تجيب الضيف؟ اجيبه بهاي الطريقه انه ربحت هديه خلينا نفضح سري بعد او اقول له انه في دائره معينه انت تعب تعب. جربنا بالبدايه انه نخابر الناس نقول له السلام عليكم برنامج صلح ومحبه فاكو شخص حاب اوجهك رساله ما حد يجي البرنامج. صح ما حد يجي. جربت انا تقريبا انا 5 أسابيع واقف ما مصور. 5 أسابيع وقتها يعني. المواسم الماضي ما مصورين ليش اكثر واحد اقول له تعال يقول لي والله ما اقدر اجي يقول لي عرفت انه دي صالحني صح زين احنا شلون نصلح الخير شلون نجمعهم اذا هذا ما يرضى يجي عفوا وهذا ما يرضى يجي حنحط ايدنا على خدنا والمشاكل تستمر والزعل يستمر بين الناس صح ولا غلط حمزة صحيح فما اقول هاي الطريقه الله يا ما نقول له طلع اسمك بالرعايه الاجتماعي يا ما نقول له يا ما نقول له لاعبين جوله يا ما اقول له انت احنا ربحت هديه وياك وايد وايد شغل اني موسم هذا السنه الرابعه 3 مواسم لا صالحه والحمد لله 3 مواسم وبعدين تركنا البرنامج ورجعنا له هاي السنه الله يوفقك استاذ ياسين الله يوفقك انا طبعا متابع البرنامج حلقه حلقه يعرف البرنامج والله الصراحه اليوتيوب ما طابله بس الرسمي ما شايف اي شيء كل التوفيق لك شكرا على هاي مبادرتك الجميله وطبعا هذا انت سولفت على قبل شوي قلت محبه الناس هذا هذا فد شيء انجاز لك الحمد لله وفد شيء عند الله وعند الناس وعند المجتمع شكرا لك على هذه المبادره وبرنامجك واكو شاعر جبار رشيد الله يرحمه يقول كنز عندي يعيش ولدي الاولاد محبة الناس كل كنز وثروتي احنا شو نريد نريد المحبة نريد التآلف هاي الدنيا خلصانة وش اليوم باكر ما تعرف بلسانه يغلبني والله لا طيبة قلبي طيبة قلبي خل عيني الدمع بلي نسولف في الحلقة شفته والله خل عيني الدمع فما تعرف لسانه هسه احنا الحمد لله فما تعرف الدنيا جامت لك واليوم اللي وياك هالساعة بعد ساعة ما تعرف وين وهاي رسالة يعني أنا طبعا مرخصتك والكادر يعني أتمنى هاي رسالة الدنيا خلصانة وما تسوى ولا تحقيد ولا تزعل أحد عليك لا تزعل أمك لا أبوك لا أختك لا أخوك لا أقرب الناس إليك لأن ما تعرف أنت اليوم اللي وياك بعد ساعة ما تعرف وين إحنا بزمن تعبان وزمن صعب وأتمنى هاي الرسالة توصل لكل شخص عنده يعني شايل على شخص لا تشيل على أحد الله يرضى لأن لو أنت تخسر له هو وبالتالي تظل مندوم طول عمرك هو أنت تتعدك علم هو أنا عندي منتظر مولود صار سنين قبل شهرين جتني بنية لك الحمد يا الحمد لله حتى على ما بارك لو يدري أنا منتظر صار إيش قد لا أنت ما تدري بس حق ما يدري هو رحت لك البيت وأخذت هدية وأكو قضية صارت وما أريد نذكرها ما تدري بها والحد الآن قالوا لك من قل لك من الشخص اللي سواها ترى أنا سويتها اوكي طبعا ايش تريد بس اسالك اكو قضيه انت دايخ بيها تقول منو اللي سوى منو اللي قدم لي هذا الشيء رجل البرامج مو كل مو كل لا لا هاي بس انا ويلك حتى قدام الكاميرا خاف بعدين تقول ما قلت لي حق لك على موضوع ثاني
انا اعتبره شجاع هو. ليش شجاع؟ الشخص اللي يجي ويحتضر قدام الناس وسوى رفعه راس، انا اتمنى احد يسوي هيبيه انه يجي يرفع راسه قدام الناس، ترى قلت لك كل الناس حشوفك انه اخوك اجى رفع راسك. اكيد افتخر انا بهذا الشيء. زين شنو رسالتك بالاخير؟ عاد اسمع رسالتك حمزه. الله يرضى عليك وعلى الكادر على مبادره حلوه، هاي تكفى. خلاص؟ لان هو اليوم هنياله اللي يفعل الخير. الحمد لله. وانتم جاي تفعلون خير. لك الحمد لله. بس اوصيك دير بالك على روحك. والله العظيم. بس انا امن روحي، 1 2 3 3 1 2 كلهم. صار شغله سريعه ما يلحق لك الوليد. من شديد بالكاميرا ما يلحق. خليني اسال قبل لا اختم الحلقه. مصور اكثر من 60 الى 70 حلقه. ما حد حاول يعني يجرأ انه يحتدي، اندفع. اي. بس مره واحده راح تصير بالشارع. ما كانوا يعرفون انه اني يعني كمقدم يزن يتم اعتداء علي، لكن الله يعطي كادرنا انه وفر لي. فطمن ما حد الحمد لله. جوز انت قبل شوي ردت اي بس بعدين قلت لا لا. وقلت لك انا ما رضيت عليك بالبدايه والله العظيم وضجت من جيتك كلها. لا لا. من الغير الموضوع لان بعدين هسه ارتحت؟ لا الحمد لله وشك. قبل الختام. الحمد لله. نعرض الحلقه؟ توكل على الله. نعرض؟ توكل رساله حلوه. اكيد نعرض. خلاص. اكيد. اكو اشياء بعد الحلقه نتفق عليها حتى افضل لكم والنا. ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام حلقه خير. وحلقة محبة وحلقة صلح وحلقة أخوة ويا رب إن شاء الله ديم الأخوة والمحبة بين الناس. نظرنا في حلقة أخرى وإلى اللقاء. بشرط ابتعد من الناس وبلاويها عشت بقلوبهم ما شفت غير النار وأنا هاي المحبة وين وديها هذا مالي نصيب بعالم الأحلام ما خلي الدمع يستطن بعيني وما أسمح العين بكل هدوء تنام وأنا مزعل شخص أمنيتي يرضي صريح واقعي كل شي لقت خطواتي من نمشي ما أحب اللي جاملني ولا أكره بشار دمني إنسانيتي وإحساسي سوالف قلبي من راسي وما دام نيتي الخير كلام الناس ما يهم مهم خلي خاطر من كسر يبقى بحسرته عزت نفسي لما انتعتب من اللي كسبته شايل حب كبير بداخلي وما يهم انت شايل حب كبير بداخلي وما يهم انت بما أني أشوف الدنيا سفرت ليال أيام درب الضوى وتخلص محطاتي يخوش إنسان والزينات أحب حيل هواي ببالي ما صار حبيبات خطايا تموت إذا حاسبت نفسك وبملامة كلمة طيبة هي تعيش اسمك بالكرامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة اختبار الدنيا وادعش لغان نطلع وبسلامة